القصه يا كابتن وائل مش انك انت تعدي الدور الاول، لا انت هتعدي، هنعدي ان شاء الله وهتوصل، لكن المقلق لنا واللي احنا قاعدين على اعصابنا بسببه ما بعد الدور الاولاني. ليه؟ اللي عندنا مشاكل في، عندنا مشاكل في داخل الجهاز الفني، عندنا مشاكل داخل الفرقه. مفيش مشاكل، لا خلينا، انا معاكم. مشاكل ازاي؟ داخل الفرقه، اللعيبه يا دكتور النهارده انا يعني حزين من بعض الناس اللي بتهاجم محمد صلاح. لا اللي انا عايز بس اوضح رساله للناس اللي بره، محمد صلاح النهارده بيلعب في وسط اجواء في اوروبا، اجواء عالميه، طريقه اللعب، الناس اللي بتخدم عليه، الملاعب اللي على احدث مستوى، بيجي هنا بيقابل ملاعب في الكاميرون هي الأسوأ، هي يعني ملاعب، لا بص يعني ملاعب متواضعه من الاخر يا دكتور. اما يلعب محمد صلاح على نفس الارضيه ديت برضه ما هو هيتاثر محمد صلاح، بلاش نضغط على محمد صلاح، الضغط على محمد صلاح خلاه هو نفسه بدا يتوتر بسبب ان هو خلاص الناس بتتكلم عليه بتقول انه ما يوديش مع منتخب. لا محمد لعيب كبير، محمد صلاح لعيب كبير، ده الايقونه بتاعتنا، ده النجم بتاعنا اللي احنا بنفتخر فيه في كل مكان. طبعاً. وانا متاكد ان صلاح مع رفاقه في منتخب مصر قادرين على العوده واسعاد الشعب المصري، انا متاكد منه. بس هو في حاجه يا دكتور اهم، ويعني يعني اتمنى من اتحاد الكوره طبعا اللي جاي، مش عايز اوجه لك انت رساله، لا انا بتكلم معاك النهارده واحنا في الحلقه، انا بتكلم اتحاد الكوره اللي جاي، استاذ جمال علام ورفاقه، احنا على مدار التاريخ ما عملناش انجازات او اعجازات كرويه غير مع ابناء مصر، دايما ابناء مصر. اقول لحضرتك حاجه، بلاش نقطب بعض، انا حاليا في المرحله دي اعلنها واقول كل الدعم للجهاز الفني اللي موجود. ماشي ماشي، انت في بطوله ما تتكلمش ابدا في تغييرات. لا ده اللي يتكلم في تغيير اثناء بطوله يا دكتور ما ينفعش. الكلام مش على البطوله، لا لازم في جلسه ايا كانت النتائج بعد البطوله، فزنا بالبطوله ان شاء الله ما كسبناهاش، في جلسه مع الاجهزه الفنيه او مراجعه شكل الجهاز الفني مع مين الافضل، مع المنتخب، مع ابن البلد ولا مع مدرب مغترب. انا بقول هو في حاله ما حقق لك كروش اعلى مساوي يوصل بك لاقصى درجه في البطوله، هتقول ايه؟ هو مش مطالب مننا كمنتخب مصر يا دكتور غير العوده والبطوله. تمام. مصر احنا ما احناش دوله صغيره عشان نقولوا ايه؟ لا نرجع ناخد مكسب ثاني او ثالث. البطوله مكسب ثاني. انت غايب عن البطوله من 2010 وماله، ماشي صح يا كابتن وائل، ولا برضه لازال بعد كابتن حسن شحاته برضه احنا برضه رواد اللعبه في القاره الافريقيه، ووصلت مع كوبر في 2017 للنهائي يا دكتور، احنا رواد اللعبه، لا بديل عن مكسب البطوله، غير اي مكسب غير ان احنا نفوز بالبطوله، لا لابد من محاسبه الجهاز الفني ومين المسؤول عن كده، لان في اخطاء واخطاء كبيره يا دكتور داخل صفوف المنتخب.